بمناسبة عيد المرأة نحيي كل امرأة جزائرية، ونلخص لك انشغالات المرأة الجزائرية في حاجة واحدة، هي الاحترام. الاحترام ما نقولش المرأة هي نصف المجتمع، ولا نقول هي كل المجتمع ونحيي الرجل على الأقل. المرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، تكون هي والرجل لازم يكون هناك تفاهم وتزاوج وتماهي في العلاقة بين الرجل والمرأة، باش المجتمع هذا نمشي به إلى الأمام. المرأة هي بحاجة إلى الاحترام، إلى أن يكون عندها، لا ننظر إليها نظرة دونية وكأنها ناقصة عقل ودين، معنى المفهوم الخاطئ، ولا ننظر إليها نظرة فوقية كيوم فقط تكرم به بوردة أو بي، ننظر إليها بنظرة بالشريعة. المرأة مكرمة من الدين الإسلامي، من الله سبحانه وتعالى، يكفي أن المرأة مكرمة في دين الله سبحانه وتعالى، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عليها في خطبة الوداع، أوصى بالصلاة وأوصى بالمرأة، يكفينا شرفا أنه كرمنا من طرف الله سبحانه وتعالى وكرمنا من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم. انفصلتها مع الزوج، خليت ثلاث أولاد، الكبير اسمه أنيس، والطفلة اسمها زينب، والثالث اسمه أحمد. واش نطلب منهم؟ ما ينساوش أمهم، وأمهم هي قدوة، وبأمهم باش نجحوا مهما كان راني أم. ونعطي لهم دعوة الخير يوميا، صباح يوم مساء، نطلب لهم دعوة الخير ونطلب منهم ما ينساونيش مهما كان. نتمنى المرأة الجزائرية تطبق الحقوق تاعها، ان شاء الله ما تكونش حقوق، وتكون المرأة الجزائرية عندها دور في العمل تاعها، في الحقوق تاعها. الانشغالات تاع المرأة البريجية والجزائرية يعني عموما لازم يقوموا بها شوية في كل مجالات التكوين، مجالات الترفيه. ونتمنى لها عيد سعيد. المرأة البريجية يعني الحمد لله راهي تواكب في العصرنا والحضارة، بصح تبقى دائما يكون نقائص ويكون خاصينها حوايج بزاف، مع انها هي راهي تبذل مجهود باش تخرج من القوقعة تاعها وتبدا ابداعاتها وتبين فيهم. امرأة مطلقة قاعدة في البيت، نطلب من الساكن، باك ما عنديش ساكن، عندي زوج ولاد مساكن ما كاش، متربيت ولادي، خدمت في الدار، في تلت كلش خدمته في الدار بسلامة. من اللي طلقت 25 سنة درك، يعني نحوس غير السكنة، هذا ما نطلب من الدولة الجزائرية. المرأة البريجية ولدي كل طريق تخصها، كل طريق، قوات المزيرية بزاف، قوات الذل بزاف، محتاجة كلش. إذا تحدثنا عن المرأة البريجية بصفة خاصة، نقولوا باللي الاحتياج الوحيد اللي عندها هو أنه نكثروا لها مجال التكوين من تكوينات سواء مهنية أو تكوينات في إطار جمعوي، أو تكوين أيضا في مجال محو الأمية. هذا ثاني نقدروا نركزوا عليه ونهضروا عليه بكثرة، لأن المرأة المتعلمة هي مرأة مثقفة، ومرأة تعرف كيف تحافظ على العائلة تاعها، وتعرف كيف تربي أجيال وأجيال. أنا أولا عندي 34 سنة في التعليم، لقيت المرأة مسكينة سيرتو في البرج، ما عندناش يعني حوايج بزاف، ناقصين حوايج بزاف. قلت لك هكذا حفلات خاصة بالمرأة، ولا هكذا معارض للمرأة، ولا ما عندناش، ولا هكذا عندنا ان سول بارك هكا شتو غير كيف يحل، غير موسميا برك، تروح للصيف ولا غير الروعة، تروح لألجي تلقاهم، احنا دار والخدمة وهذا مك. ما عندناش لي سونتر دو لوازيغ، يا با والي، ما عندناش هاد الحوايج لهنايا، لا فام تاع البرج من الدار، كي تعود خدامة سي بون، كي تعود ما خدامةش ما عندناش وين تروح. أنا شايفة المرأة الجزائرية والمرأة البريجية انشغالاتها هي العمل، تكون مستقرة ماديا. أنا يعني إن شاء الله نتمنى لكل المرأة الجزائرية تستقر ماديا. خصها بوكو تشوز، بوكو تشوز. هنا كما شفتي دي كوتوغيير، دي كوتوغيير بمعنى الكلمة. الفون دو واش نقول لك؟ نو نو، بلوس كو دي ميرفي. بصح أنا في هذا اللوكال ما كانش. تلقاها تخدم في دارها.
تخدم في دارها، تخدم في الشهر ولا في الشهرين في اون غوب دو، الوغ كو راهي حلال اللوكال كون في بلوس. وتزيد نقول لك تزيد تعلم، تزيد تعلم اجيال كاينين اللي راهم ماهمش قاعدين في الدار وما يخدموش، بصح يحبوا يروحوا يخدموا عند واحده تكون اون فام سيريوز وترافايوز وتعلمهم. خصوها حوايج بزاف، مثلا كي تكون عندها حرفه ولا كيما كانت تقول الاخت عندها حرفه ولا ما عندهاش وين تبين هذيك الحرفه تاعها، تقعد دايره ما تبانش. هذا ما كان نظره المجتمع البرايجي للمراه تبدلت، يعني مش كيما السابق. المراه راهي في تطور وفي ازدهار وراهي تواكب الراجل في كل المجالات، وراهي تتطور المرأة كل ما عطيت لها فرصة تتطور أكثر. ومتفائلة الخير وندير لهم حاجة، ندير لهم حاجة باش يقولوا هذه منا هاي واش دارت. والحمد لله عطيتهم واش يحوسوا عليه مديتو لهم، وذوك ما ننساهمش. يا زينب يا أنس لكم تسمعوا فيا، يا أحمد راني ما ننساكمش مهما كان، ما ننساكمش، راكم ولادي ما نقدرش ننساكم، وراني ندعي لكم دعوة الخير. وهذا النجاح اللي راني نجحتو راني بيكم، نتفكركم يزمني ننجح باش راني تحديت كلش على جالكم من صغري لكبري، ودوك مازلت نتحدى حتى تشوفوني الام المثاليه.